دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. عملية الفازيكتومي أو قطع الأنبوبة الموصلة للمني عملية بسيطة وغير مكلفة وسهلة ومؤكدة كعملية لمنع الحمل عند الرجال. تكلفة بسيطة، تتعمل في خلال دقائق، وممكن تتعمل في العيادة الخارجية بتاعت الدكتور، وفوق كده ممكن الواحد يرجع في كلامه. خلينا نشوف ازاي بتتعمل بسرعة كده. الفاس ديفرانس، القناة الموصلة، هي اللي بتشيل الحيوان المنوي وتوصله من الخصيتين حيث ينتج إلى السيمينال فيزيكلز والقناة القاذفة لكي ينضم إلى السائل المنوي ويقذف إلى الخارج. عملية الفازيكتومي هدفها إن احنا نقطع عملية النقل دي، بإن احنا بنقطع الفاس ديفرانس، القناة الناقلة، بنقصها. العملية بسيطة وبتتم يا إما في عيادة الدكتور يا إما في غرفة العمليات ببنج موضعي أو ببنج شامل. بيتفتح فتح في الكيس الصفن في النص، والفاس ديفرانس، القناة الناقلة، بتتشد لبرة وتتقطع، وبعد ما تتقطع الطرفين يتخيطوا وترجع مكانها تاني، وبعد كده الجرح يا إما بيتخيط ويلتئم يا إما بيتساب لحاله ويتضمد ويلتئم لحاله. دقيقتين وبس. معلومة طبية.